بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبة الشباب، ما زلنا مع بطل أمس سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. تعرفنا عليه وعلى صفاته التي تميز بها، وتوقفنا عندما أرسله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى إيه؟ اللي كانوا معنا امبارح راح فين؟ أهل مصر. لما طلب أهل الشام من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، وأراد عمر أن يرسل ثلاثة من الصحابة، فدعا خمسة. مين بقى الخمسة؟ سيدنا عبادة، ها، معاذ، وأبو أيوب الأنصاري، ها، أبو الدرداء، وأبي بن كعب. مين بقى اللي طلعوا منهم؟ أنت مش مركز خالص. أبو الدرداء وأبو أيوب. أبو أيوب شيخ كبير وأبي مريض. أبو أيوب شيخ كبير وأبي مريض، فبقي الثلاثة عبادة وأبو الدرداء ومعاذ. عبادة اتجه لمدينة إيه؟ حمص. أبو الدرداء دمشق، ومعاذ فلسطين. طيب، لما ذهب عبادة كان أمير الشام في هذه الأثناء سيدنا مين؟ أمير الشام كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. وحصل بينهما شيء، يعني رأى عبادة من معاوية ما لم ترتح إليه نفسه فراجعه فيه، فلم يأخذ معاوية برأيه ودعاه إلى طاعته لأنه الأمير. فغضب عبادة وقال: والله لا أسكن معك في أرض واحدة، وعاد إلى المدينة. فلما وصل وقابل سيدنا عمر قال: ما أقدمك يا عبادة؟ فحكى له الخبر واللي حصل بينه وبين معاوية من الخلاف، فقال له: ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا ليس فيها أنت ولا أمثالك. طب ما هيحصل تاني إيه؟ مشاكل وخلاف. فقال لمعاوية: لا إمرة لك على عبادة، وإنما هو أمير نفسه، لأن مكانة عبادة رضي الله عنه وعلم عبادة رضي الله عنه ربما يفوق ما كان عند معاوية بن أبي سفيان. ذهب بعد ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لفتح مصر، وكانت خاضعة لحكم من؟ الروم. وعندما تتفكر في هذا الحدث، ما نقعد كده نرجع بالذاكرة لسنة 20 أو 21 هجرية معايا، لما جاء عمرو لفتح مصر تكبد ما تكبد هو وأصحابه من المشاق والآلام، وبذل ما بذل من الجهد حتى يخرج الله به أهل هذه البلد من الظلمات إلى النور. لو أن الصحابة جلسوا في بلادهم وما تحملوا وما بذلوا وما ضحوا، فكيف سيصل الإسلام إلى الناس؟ أو ده حال بعضنا دلوقت، هو عايز يبقى كويس في نفسه وخلاص، يبقى في حاله ولا ليه دعوة بالناس، ولا يحاول يدعي حد، ولا يغير حاجة غلط، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى بمنكر. ومفكر كده الأمر يسوغ بهذه الصورة؟ لا أبدا. الإسلام دين عالمي، لابد أن يعي المسلم هذا المعنى، وأن الناس في جميع دول العالم تنتظر هذا النور أن يصل إليها حتى تهتدي. وهذه مهمة المسلم، أن يتعلم الإسلام ويعمل به وينشره بين الناس. بنقعد نفكر كده، كام واحد أسلم في مصر والسبب فيهم سيدنا عمرو بن العاص؟ كام؟ كتير. ده أعداد قد إيه دي؟ يعني شوف، من أيام ما فتحها سيدنا عمرو بن العاص لقيام الساعة، كل المسلمين اللي جم على أرض مصر وعبدوا ربنا في مصر ثوابهم راجع لمين؟ لسيدنا عمرو بن العاص، لأنه كان السبب في فتح مصر.
المهم لما أتى عمرو طفق يفتح مدينة تلو الأخرى ويحرز المدن ويحصنها ويترك فيها من يعلم الناس الدين. ثم واجهته مشكلة، إيه هي؟ استعصى عليه حصن. يعني استعصى، مش قادر يفتح، مش عارف يفتح. كان اسمه حصن بابليون، الواقع على ضفة النيل بالقرب من القاهرة اليوم. السبب في استعصاء الحصن إيه؟ شمعنا الحصن ده؟ أن الروم حفروا حوله خندقا عظيما. الحصن أولا يعني إيه؟ حصن يعني إيه يا شباب؟ يعني إيه حصن؟ حصن عبارة عن أسوار عالية بتبقى محوطة المدينة. يعني مثلا مدينة زي اسكندرية مش عايزين حد يدخل، نعمل حواليها إيه؟ سور كبير عالي. الروم بقى مش موضوع سور بس، لا ده كانوا عاملين السور وحفرين بره السور ايه؟ خندق. ماشي، ومش كده وبس، كمان الطرق اللي بتأدي للخندق ده حاطين فيها حسك من الحديد عشان يعوق الرجال والخيل عن التقدم. انتوا عارفين الحديد الخردة والجيش بيحطوا ده المدور ده عشان ناس ما ها السلك الشائك وبتاع، على اساس ما حدش يتقدم. اهو الروم كان برضو عاملين كده على اساس محدش يقرب ولا يهوب من الحصن ده. طيب هيعمل ايه يا سيدنا عمرو بن العاص؟ وهيفتح الحصن ده ازاي؟ اتى بجنده وحاصر الحصن. قالك نحاصر الحصار، طبعا معناه ولا حد يطلع ولا حد يدخل. ده معناه ان يحصل ايه في الناس اللي جوه؟ ولا اكل ولا شرب ولا غيره، الا لو بقى هم مجهزين نفسهم. ففعل ذلك حتى يستسلموا. لكن حصلت مشكلة أخرى، أثناء الحصار فاض النيل، فنسف الروم السدود وقطعوا الجسور وأحاط الماء بالمسلمين من كل جانب وكادوا يهلكون غرقا. فالعرب بينهم وبين البحور عداوة، خافوا جدا من البحر. عشان كده لما كان واحد يحب يهول أو يعظم من شيء يقول له هل ركبت البحر؟ يعني واحد أصلا هم عايشين في صحراء، ولما سمعوا بسد مأرب اللي هو غرق الناس وكده، ففي نفوسهم نوع من الخوف والرعب وكده، فقريب من البحر النيل، فلما فاض وكاد أنه يغرقهم بقت مشكلة تانية. فسيدنا عمرو بن العاص كتب لعمر أنه يرسل له مدد. ف بادر عمر إلى إمداده بأربعة آلاف من جند المسلمين، هيبعت له 4000 وعلى كل 1000 قائد. معايا يا أستاذ؟ مين بقى الأربعة دول؟ عبادة بن الصامت والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد. دول اللي هيبعتهم سيدنا مين؟ عمر. لمين؟ لعمر. كان مين حاكم مصر في الوقت ده؟ لا، كان مين زعيم النصارى في الوقت ده؟ المقوقس. فلما عرف بالمدد اللي وصل، راح هو باعت وفد من عنده لسيدنا عمرو بن العاص عشان يحصل نوع من التفاوض، وقال لهم عايزكم تجيبوا لي اخبار المسلمين بالتفصيل، انقلوا لي صوره مفصله دقيقه واضحه عن حياتهم، أكن أنا شايفه. يعني هو الوفد ده مبعوث عشان التفاوض وفي نفس الوقت عشان إيه؟ يشوف أحوالهم وبيعملوا إيه. وفعلا الوفد وصل لجيش المسلمين وقعد عندهم 3 أيام. فلما رجعوا المقوقس بيسألهم إيه الأخبار؟ اسمع الوصف اللي جاي ده بقى كده عشان تعرف إحنا ليه ما انتصرناش؟ إحنا ليه متأخرين؟ إحنا ليه بدل ما إحنا نفتح العالم ونغزو العالم، العالم بيغزونا وبيدفعنا، إن صح التعبير، الجزية وغيره. فوصفوا المسلمين، قالوا إيه؟ لقد رأينا والله قوما الموت أشهى إليهم من الحياة. يعني حبهم للجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله أكثر من حبهم للحياة. إيه كمان؟ والتواضع أحب إليهم من الرفعة. ناس متواضعين، مش غرض عنده الوجاهة والمنظرة وان هو يبقى احسن من الناس وافضل من الناس والناس تديله مكانته لا لا، اهم حاجة عنده مكانته عند ربنا سبحانه وتعالى. جندي مجهول يخدم الدين ومحدش يعرف هو مين اللي بيه. ايه كمان؟ جلوسهم على التراب واكلهم على الركب، اميرهم كواحد منهم.
فما يعرف سيدهم من مسودهم ولا رفيعهم من وضيعهم. تحس ان هم كلهم ايه؟ واحد، متواضعين زي بعض. اذا اقيمت الصلاه لم يتخلف عنها احد منهم. طب لو عنده ماتش؟ لا، فيش كلام. يقوى اجسادهم خد بالك، لكن دينهم اغلى حاجه في حياتهم. يغسلون اطرافهم ووجوههم بالماء اللي هو الايه؟ الوضوء. ويخشعون لربهم في الصلاه. فالمقوقع سمع الكلام قال ايه؟ والله لو ان هؤلاء استقبلوا الجبال لازالوها، ولو نازلوا الجن لابادوها. خلاص ده كده اتهزم. قال لهم دول لو واجهوا الجبال هيزيلوا الجبال من على الارض، مش الروم والنصارى. ولو حاربوا الجن هيبيدوا الجن. عرفتوا بقى معيار النصر ومعيار القوة؟ ان الناس تتمسك بالدين، الناس تتعلم الدين، ومع كده نعد العدة، مفيش تعارض. بس الاصل اللي احنا بننتصر به ان احنا يبقى عندنا ايمان قوي بالله سبحانه وتعالى. طب المفروض بقى طالما انت كده شفت الوضع بالصورة دي، المفروض على الاقل تعمل ايه بقى؟ المقوقس يعمل ايه؟ خلاص بقى سلم بقى. لا، اراد كأنما أراد أن يرى بأم عينيه ما حدثه به رجاله، فكتب إلى عمرو بن العاص قال له إيه؟ أرسلوا إلينا رسلا من عندكم لنفاوضهم ونعاهدهم. يعني بعد ما هو بعت ناس من عنده راحت لجيش سيدنا عمرو، قال لعمرو بعت لنا إيه؟ ناس من عندك. فسيدنا عمرو بن العاص بعت له 10، وخلى الأمير اللي على 10 دول بقى البطل بتاعنا اللي هو مين؟ سيدنا عباد. عبادة بقى شكله ايه وحالته ووصفه وطريقة حواراته وكده، تعالوا نشوف. سيدنا عبادة بن الصمد كان طويل القامة عظيم الهامة، كث الشعر شديد الهيبة، يملأ عين رأيه رهبة وروعة. يعني كان جسم ما شاء الله طول بعرض، اللي يبصله كده يخاف على كده. فلما تقدم من المقوقس هابه أشد الهيبة، أول ما شافه كده دخل عليه اتفزع، ودخل في نفسي منه خوف عظيم. فرح قايل للناس بتوعه نحوا عني هذا الرجل وقدموا غيره. قال له لا، مش عايز ده يكلمني، شوفوا لي واحد ايه كده حاجة بسكوتة كده أعرف أتفاهم معاك، حاجة تطول بالعرض. الراجل ده يخوفني، الراجل ده قدموا غيره ليكلمني. فالوفد بتاع المسلمين قالوا هذا أميرنا، دي فين ده؟ وقد عهد إلينا عمرو ألا نتقدم عليه وألا نخالف له أمرا. خلاص طب ما فيش اللي هو نعمل إيه؟ ما فيش بد بقى. فقال له طب تقدم ماشي، بس كلمني بالراحة يعني. فقال له تقدم إلي وكلمني برفق فإني أهاب منظرك. يعني كلمني بالراحة اللي أنا خايف. شوف المسلم الطاعة بتاعته بتعمل هيبة عليه إزاي بالصورة دي. فعبادة بقى هيجنه أكتر. قال له أراك خفتني؟ تخايف مني؟ فكيف لو رأيت أصحابي وفيهم 1000 رجل كلهم أشد مني قوة وهولا؟ قال له ده أنا بس ده أنا حاجة إيه؟ أنا نموذج مصغر، ده في ورايا إيه؟ ها؟ في ورايا 1000 زي كده، يعني يزودوا إيه بقى؟ يزودوا خوف ورعب. فقال له ما الذي أخرجكم من دياركم؟ وما الذي تريدونه منا؟ انتوا جايين ليه؟ هل احنا بنطلع الغزو بتاعنا اللي ما يبقى فيه قدره لينا على الجهاد والغزو، بنطلع عشان الفلوس وعشان نحتل البلاد وكده؟ هل ده غرض بتاعنا من الغزو والجهاد، ولا غرضنا ايه؟ نشر الدين. ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من ايه؟ من عباده العباد الى عباده رب العباد. ها؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. ما يفضلش شرك ظاهر يتحكم في الناس ويحكم، لا، اللي عايز يفضل على دينه يفضل بس تحت مظلة الإسلام. فقال له إن والله ما خرجنا إلا ابتغاء مرضات الله، وقد عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تكون بغية أحدنا من الدنيا إلا ما يسد جوعته ويستر عورته، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، وإنما النعيم نعيم الآخرة. بيبين له، بيلخص له المهمة. احنا طالعين لله سبحانه وتعالى عشان الناس اللي بتكفر بالله ديت
نرشدها للإسلام، نبين لهم يعني إيه الإسلام، واللي حب الإسلام وعايز يدخل فيه يدخل، اللي عايز يفضل على دينه يفضل، مش همنا دنيا. لما يقول له ان هم الواحد مننا اللي يسد الجوع بتاعته ويستر العورة بتاعته، يعني عايز يقول له احنا مش طالعين عشان نستولي على الثروات وعشان مش عارف، لا لا الكلام ده ما لناش دخل بيه. معنى كده يحسسوا ان احنا مش جايين طمعين طمعانين فيك وفي بلادك وفي فلوسك ابدا. فقال له المقوقس: سمعت مقالتك، ولعمري ما بلغتم الذي بلغتموه إلا بما ذكرت، وما انتصرتم على الذين انتصرتم عليهم إلا لحبهم الدنيا وكرهكم له. قال له فعلا الكلام انت بتقوله ده صح، وده سبب من أسباب النصر، لأن لو الدنيا حبها دخل القلوب وحصل تنافس عليها هتلاقي الهزيمة على طول، زي ما انتوا عارفين حصل في غزوة ايه، في غزوة أحد، لما نزلوا يتنافسوا في جمع الغنائم كانت الهزيمة. فقال له: غير أن الروم قد جمعوا لكم ما لا يحصى عدده. عايز بقى يعمل شغل شبه حرب إعلامية وبتاعه، هو كمان زمان خايف أخوفنا كمان، هل احنا عندنا أعداد مش هتقدروا؟ وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم لقلتكم وضيق ذات يدكم، انتوا معكوش أسلحة ولا غيره، انتوا عددكم قليل، ونحن نطيب أو تطيب أنفسنا بأن نعطي لكل رجل منكم دينارين. قال له يلا يا عم احنا هنتفضل عليكم وارجعوا بلدكم تاني وحندي كل واحد ايه دينارين، وللأمير بتاعكم 100 دينار اللي هو عمرو بن العاص، والخليفة 1000. يلا يعني خلاص فيس خالص اهوت هيظبطه. ايه رأيكم بقى، يرجعوا ولا يعملوا ايه؟ ها؟ وتنصرفوا عنا قبل أن يصيبكم ما لا طاقة لكم به. يبقى بيشتغل بقى ترغيب وترهيب، هديكم فلوس وتروحوا بدل ما هنفرمكم بقى، انت اشتغلت وقف قدام عبادة بقى يرد، لو ما شاء الله الطول بالعرض ده شوف الرد بتاعه. قال له: إنما تخوفنا به من كثرة الروم لا يصدنا عن غايتنا، وإننا موقنون بأننا سنفوز بإحدى الحسنيين، فإن ظفرنا بكم عظمت لنا غنيمة الدنيا، وإن ظفرتم بنا عظمت لنا غنيمة الآخرة. قال له احنا كده كده كسبانين، لو انتصرنا عليكم يبقى فزنا حصلنا النصر وهيبقى فيها غنائم، وما فيش مانع بقى في الحالة دي، مش غرض ليا بس لو جت ماشي، ولو انتم انتصرتوا علينا قتلتونا احنا ايه برضو فزنا برضو بالشهادة، كسبانين. يبقى انتم تشوفوا انتم بقى تعملوا ايه. واعلم انه ليس فينا رجل إلا وهو يدعو الله بعد كل صلاة أن يرزقه الله الشهادة وألا يرى أهله، يعني مش عايز يرجع لأهله تاني، مش عشان قرفان منهم، لا ده هو حبا في الشهادة. قد استودع كل واحد منا أهله وولده عند الله، يعني يقول لك الواحد هو طالع بيدعي ربنا أنه يرزقه الشهادة مش عايز يرجع تاني. ثم عرض عليه الإسلام أو الجزية أو القتال. قبل ما نقاتل بنعرض على الناس تخشوا الإسلام؟ قالوا لا مش عايزين، عايزين نفضل على ديننا. خلاص يبقى العرض التاني ايه؟ ايه يا عم العرض التاني؟ انت معانا ولا هناك؟ ما رفضوا الإسلام يبقى يفضل على دينه ايه؟ ادفع الجزية. طب مش هندفع، خلاص بقى انت بقى اللي اخترت لنفسك القتال بقى السيف. فأبى الإسلام وأنفوا من دفع الجزية، يعني أنفوا استكبروا، إيه إحنا ندفع لهم؟ فلم يبقى إلا الإيه القتال. فعزم المسلمون على اقتحام الحصن مهما كان الثمن، فقام يعني غلب على ظنهم أنهم منتصرون. طب هنعمل إيه؟ فقام الزبير بن العوام، عارفين الزبير إيه، يقرأ بيه للرسول صلى الله عليه وسلم، ابن ما طبعا ابن من يا راجل، ابن عمته صفية صح كده، والزبير من القادة المعدودين في الإسلام زي حمزة كده. زبير بن العوام كانت صفية وربيه منذ نعومة أظفاره على الشدة وعلى الجهاد، لدرجة حتى كانوا يقولوا اللعب بتاعته اللي كان بيلعب بيها، انت عندك لعبة دلوقتي مسدس وعندك مش عارف ايه، اللعب بتاعته كان شوية اسهم وشوية سيوف وبتاع، بيقعد يجهزها كده للايه، الجهاد في سبيل الله، كان يعني فيه
حتى ابن عبد الله بن الزبير ما شاء الله يعني كأبيه، قام الزبير وقال إني أهب نفسي لله عز وجل، قال لهم أنا اللي هبقى البداية. أخذ سلما ليرقى به جدار الحصن، وطلب من المسلمين أن يكبروا وراءه بصوت واحد إذا سمعوا تكبير، قال لهم أنا هطلع على السلم ونط، أخذ بالك، وأول ما كبر جوه أنتوا بره إيه تكبروا. وشوف الشجاعة والجرأة، هو عشان يطلع سلم، طب وجوه هينزل على إيه؟ أيوة أنا عارف هينزل إزاي، طب وواحد ينط ما ينط من دور مثلا ولا دورين ده هينزل مكسر، لكن ما تعرفش المسلمين دول عندهم شجاعة وإقدام عجيب بيتصرف. قال لهم ولما كبر جوه انتوا تسمعوا صوتي كبروا بره، يوم ده يعمل نوع من الهزة في النفوس النصارى والروم. وما هي إلا لحظات حتى كان الفارس المغوار يمتطي أسوار الحصن وهو مشهر سيفه، وصيحة الله أكبر تنطلق مدوية من فمه. وبرضو انت ما تقعد تفكر واحد هينزل حصن كفار، يعني هو كله جوه ايه يعني سيوف مستنياه، شوف الجرأة بتاعته والشجاعة مثلا. فأول ما نزل وكبر انطلقت آلاف الحناجر تردد الله أكبر، فتزلزل أو فزلزل ذويها القلوب ودك العزائم، وألقى الزبير بنفسه داخل الحصن وتبعه طائفة من جند المسلمين، فأعملوا السيوف في رقاب الروم الذين أذهلتهم المفاجأة. مش مصدقين إن ده يحصل، ده بيفكرنا بمين من الصحابة برضو عمل نفس الحركة دي، البراء، البراء ابن مالك لما إيه نط برضو حطوه على ترس ورموه جوه في داخل حديقة الموت اللي كانت مع الحرب مسيلمة الكذاب. وأول ما نزلوا داخل الحصن فتحوا الأبواب، فتدفق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبادة، ودارت بين الفريقين راحة معركة ضروس كتب الله فيها لجنده النصر، وضمت إلى دولة القرآن لؤلؤة الدنيا مصر. فعلا لؤلؤة الدنيا. طيب إيه اللي نتعلمه وإيه نستفيده من قصة سيدنا عبادة؟ واحد، الشجاعة. كل واحد يقول لنا فايدة، يلا خلصوا نبدأ. ما اليمين قالوا ما هم، وده اللي بيصور. يلا اللي بعديه، استفيد ايه؟ التواضع، جميل. ها الهزيمة دي فايدة ممتازة دي، طب يلا ننهزم. ها اتفضل، جميل. ها العزيمة، ها خالد، عدم اليأس، سيد. لازم يبقى لك دور في الدعوة، يلا القدرات. جميل، ماشي. ها طيب تمام. طيب بذلك تنتهي قصة هذا البطل، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الجنة وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.